السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة الأولى، تتمة درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى من واحد. اليوم غادي نشوفوا طريقة ديال حل النظمة أو لا يسمى بالحل الجبري لنظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. كتذكير آخر حصة شفنا شنو هو النظمة، الشكل العام ديال النظمة، وشفنا واحد الزوج اكس واي متى سنسمي بان هذا الزوج حل لهذه النظمه. واخر مره كنت خليت لكم واحد التمرين اللي هو 1.96 هو هذا هي هذه النظمه اكس زائد 4 اكس يساوي 10، 3 اكس زائد 7 اكس يساوي 25. كان السؤال هو هل الزوج ناقص واحد اذا حل النظمه اس؟ تقريبا عطيتكم الاجوبه، قريت الاجوبه ديالكم لهنا، غادي نحاول ان نعطي الجواب. باش يكون ناقص واحد جوج هو حل النظمه اس، يجب ان يحقق المعادله رقم واحد، يعني خصنا نعوضو اكس ناقص واحد بي كريك اثنان، نشوف واش غتخرج لنا النتيجه اللي هي 10. وكذلك غادي نشوفو نعوضو اكس بناقص واحد في المعادله الثانيه وي كريك باثنان، نشوف واش غتخرج لنا 25. انا كنجاوب عليه هو في المعادله رقم واحد، ناقص واحد زائد 4 في جوج لان اي كريك هي جوج يساوي ناقص واحد، 4 في 2 هنا نصبها كيضرب 4. قلت ناقص 1 زائد 4 في 2 هي ناقص 1 زائد 8 هي 7. واش خرجت لنا 10؟ ما خرجت لناش 10. إذا فهذا الزوج ناقص 1 في 2 لا يحقق المعادلة 1. وبالنسبة لنا حنا واش يحقق المعادلة 1 ولا لا يحقق؟ ماشي بالضرورة نشوفوا المعادلة. لا يحقق المعادلة الأخرى، إذا فهو لا يحقق المعادلتين معا، ولا ليس حل هذه النظمة اس. إذا ناقص واحد جوج فهو ليس حل النظمة اس، لأن التذكير يجب أن يكون حل للنظمتين معا، حنا ولا حل للمعادلتين معا، حنا لقينا ليس حلا للمعادلة رقم واحد وهي كافية. سؤال آخر، هل الزوج 6 واحد حل النظمة اس؟ بنفس الطريقة الطويلة 6 واحد في المعادلة الأولى، 6 زائد 4 في 1 يساوي، نشوف واش خرج لنا 10. 6 4 في 1 4، 6 زائد 4 10، إذا خرجت لنا النتيجة 10. إذا ف 6 1 فهو حل للمعادلة رقم 1. خاصنا نشوفوا واش هو حل للمعادلة رقم 2. 3 مضروبة في 6 بالمعادلة الأولى، 3 مضروبة في 6 زائد 7 مضروبة في 1، 3 في 6 18، أصبح كيهضر، 7 في 1 هي 7، و 18 زائد 7 هي 25، إذا خرجت لنا 25. استنتاج إذا الزوج ف 6 1 حل للنظمة اس، لأنه حل للمعادلة رقم 1 وحل للمعادلة رقم 2. هذا بالنسبة للتذكير التمرين اللي عطيتكم الجواب ديالو. باش نرجعو هنايا الحل ديال النظمة، غادي نعتمدو على هذا النشاط، نعتبر النظمة اس ولا اس 1 2 اكس زائد كريم يساوي 6، 7 اكس زائد 3 كريم يساوي 19. احسب y بدلالة x في المعادلة 1، يعني بنا نخرج y بوصفة x، y يساوي واحد التعبير. عوض y بقيمتها في المعادلة رقم 2، المعادلة رقم 2، استنتج قيمتي x و y. إذا باش تستفدوا أكثر ممكن توقفوا الفيديو، جاوبوا على هذا النشاط، حيت أنا غادي نعطي الحل ديال النشاط، ولكن من الأفضل أنتم تعطيو الحل ديال النشاط جاوبوا على هذه الأسئلة، ماشي شي حاجة صعبة، هذا الهدف هو تكونوا تستفدوا. شكرا. باش نجاوب على النشاط، قلنا احسب y بدلالة x في المعادلة 1، هي المعادلة 1 نكتبها هنا، 2 المعادلة 1، 2 x زائد y يساوي 6، قالك احسب y بدلالة x، إذا غادي نخليو هنا y والاخرين غادي نديهم من طرف y يساوي 6، 2 اكس سنطرح ناقص هنا في الطرفين غتولي 6 ناقص 2 اكس، وغادي نحاول نديرها بلون مغير لا داخل الاطار. اذا y القيمه ديالو هي 6 ناقص 2 اكس، هذا الجواب ديال السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، عوض y بقيمتها في المعادله 2، من خلال السؤال الاول y بقيمتها، اي قيمه y
سنعوض Y بقيمتها في المعادلة رقم 2. أنت في المعادلة 7 X زائد 3 Y يساوي 19. سنعوض Y بقيمتها، هذه Y أنا وضع بقيمتها دابل المعيار، هذه هي القيمة ديال Y. هنا في السؤال الأول Y يساوي 6 ناقص 2 X. ستصبح المعادلة 7 x زائد 3 y هي 6 ناقص 2 x. 6 ناقص 2 x 3 أضرب 6 و 3 أضرب ناقص 2 تربينا قوسين يساوي 19. إذا نحطو هنايا عوضنا y بقيمتها، واش بقى المجهول y هنا؟ لا، بقى فقط x. إذا أشنو المعادلة هذه؟ كاين مجهول واحد وأكبر وأصغر واحد، فهي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد كتقنية الحل، المجهول الطرف المعلوم. إذا لاحظوا هنا ثلاثة عاملين 6 ناقص 2 إكس، سنحتاج إلى نشط اللي كنتو شفتوه في الدرس ولا الدروس السابقة ولا كذلك السنة الثانية الإعدادية، التلميذ خصو يكون عارف النشط. إذا 7 إكس زائد 3 في 6 18، 3 في ناقص 2 إكس هي ناقص 6 إكس يساوي 19. 7 إكس ناقص 6 إكس هي إكس، 19 ناقص 18 هي 1. إذن الحل ديال المعادلة، هذه المعادلة إكس يساوي 1. حنا دابا لقينا القيمة ديال إكس اللي هي 1، راه كاين بعض الخطوات 19 ناقص 18 x يساوي 1. إذا القيمة ديال x هي 1، بهذه الطريقة حاولنا نكسر y، لقينا x يساوي 1. نستنتج قيمتي x و y، حنا لقينا القيمة ديال x، يعني كيفاش غادي نلقاو القيمة ديال y؟ بمعنى آخر، واش إلا عوضنا x القيمة ديالها هي 1، واش غادي نلقاو القيمة ديال إذا اخذنا المعادلة الأولى فهي معادلة بمجهولين x و y. إلى أخذنا القيمة ديال x غادي نخرجوا القيمة ديال y، والعكس كذلك إلى أخذنا القيمة ديال y غادي نخرجوا القيمة ديال y. إذا يكفي باش نعوض هذا الحل اللي لقيناه هو x يساوي في إحدى المعادلتين. غادي نختار المعادلة الأولى، عندنا 2 2 x زائد y يساوي 6، غادي نعوضو x بواحد، غتولي 2 في 1 زائد y يساوي 6، و 2 في 1 راهي 2، و غنجيو هاد الطريقة، y يساوي 6 ناقص 2 اللي هي 4، 6 ناقص 2 هي 4، إذا y يساوي 4. إذا بهذه الطريقة غادي نلقاو القيمة ديال x والقيمة ديال y، فالاستنتاج هو أن الزوج واحد 4 فهو حل لأنظمة S واحد. إذا كخلاصة، أول حاجة حساب y بدلالة x، ثاني حاجة تعويض ديال y بقيمتها. ملي نعوض y بقيمتها سنستخرج x قيمة ديالها أولا y قيمة ديالها. إذا غادي نرجعو هنايا كتجمع المرة الأولى الكبيرة، ثاني الكبيرة الحل الجبري للنظمة. فاش كنقول الحل الجبري للنظمة كاين جوج طرق بالنسبة لنا حنا دابا، غادي نشوفو طريقة طويلة. إذا شنو غادي نتبع؟ غادي نحاول نقراو قاعدة ونحاول نطبقو فيها في هاد المعلومات. القاعدة تعتمد طريقة التعويض، حيت إلا شفتو البدالة هذا نعوضو واحد نمشيو البدالة الآخر، تعتمد طريقة التعويض على حساب أحد المجهولين بدلالة الآخر. إذا حساب أحد المجهولين بدلالة الآخر، سواء Y بدلالة X كما شفتو أو لا X بدلالة Y. نجيو نطبقو هنا، عندنا النظمة 3X زائد Y يساوي 11،
7 اكس ناقص بي يساوي 9. اش ندير انا هنايا؟ حسبت ايكغاك بدلاله اكس، اذا نخرج من هذه ايكغاك 11 ناقص 3 اكس، وهذه هي الاجابه. هذا المعنى ديال حساب احد المجهولين بدلاله الاخر، ها هو احد المجهولين بدلاله الاخر. في احدى المعادلتين كنختار واحد المعادله، ها هو هذه المعادله رقم 1، هذه المعادله رقم 2. ثم ماذا؟ التعويض في المعادله المتبقيه. اذا داكشي علاش غنسميها تعويض. سنعوض هذه النتيجه اللي لقينا، لقينا هي اللي كيساوي 11 ناقص 3 اكس، اذا غنحيد الايكغاك وندخلوا بلاصه القيمه ديالها 11 ناقص 3 اكس. هذه ليست قيمه عددية، فهو حساب حرفي، لأن فهو تعبير 11 ناقص 3 اكس. ثم التعويض هنا في المعادلة المتبقية للحصول على قيمة أحد المجهولين، لا مجهولين. غادي نعوضوا في المعادلة الأخرى ونشوفوا واش فعلا غادي نلقاو أحد قيمة أحد المجهولين. ملي كنقولوا قيمة أحد المجهولين غادي نلقاو واحد المعادلة من الدرجة الأولى من مجهول واحد. شنو معنى؟ إلا خدينا القيمة ديال إيكغاك اللي هي 11 ناقص 3 إكس، عوضنا هنا هي المعادلة، غتصبح هي هذه المعادلة 7 إكس ناقص إيكغاك، ها هو إيكغاك ضرب ناقص يساوي 9. هنا كتلاحظوا ما بقاش شي حاجة سميتها إيكغاك. إلا لاحظتوا كنخلي اللعمة هنايا وكنخلي سميتو كنخلي النظمة، هذه غنحتفظ بها دائما شنو؟ وهذه غادي ندير في الحل ديالها، ما نديوهاش دابا في الاحتفال باش نعوض فيها الى قيمة الى وقيت القيمة ديال اكس. ايكغاك يساوي 11 ناقص 3 اكس، هذه غادي نقصها 7 اكس ناقص 11 ناقص 3 اكس هي زائد 3 اكس في النهاية، 7 اكس ناقص 11 زائد 3 اكس يساوي 9 هي هذه الى حيث عندكم الاقواس. هذه دائما ديال الاحتفال 7 اكس زائد 3 اكس بسيط، يعني جميع الحلول المتشابهة 10 إكس 9 زائد 11، أنا غادي نقل للطرف الثاني تولي زائد 11، 9 زائد 11 هي 20، نكتب النتيجة مباشرة. إذا هذه المعادلة الثانية 7 إكس زائد 3 إكس هي 10 إكس، 9 لأن سنضيف هنا 11 وسنضيف 11، إذا غادي نمشي للمقارنة زائد 11 هي 20. إيكغاك يساوي 11 ناقص 3 في 2، هذه مازال ما تلقاهاش مازال 10، كيف قلت 10 إكس يساوي 20 وإيكغاك يساوي 11 ناقص 3 إكس. الحل ديال هذه إكس يساوي 20 على 10 و 20 على 10 كنعرفوها هي 2، يعني القيمة لقينا القيمة ديال إكس. كيفاش نعرفوا القيمة ديال إيكغاك؟ ممكن هذه إكس نعوضها في واحد المعادلة في إحدى المعادلتين، ولكن من الافضل علاش ما احتفظت بهذه باش نعوض فيها؟ نجيب يساوي 11 ناقص 3 اكس، اذا هو لقينا اكس يساوي اذا غنعوض فيها 11 ناقص 3 مضروبه في 2، و11 ناقص 3 مضروبه في 2 هي بالضبط 11 ناقص 6 اللي هي 5. اذا غادي هي هذه هنا غتعطينا يعني ان اس اثنان لما قلنا اكس يساوي اثنان، ايكغاك يساوي 11 ناقص 3 بجوج، يعني 11 ناقص 6، 11 ناقص 6 هي 5، ايكغاك يساوي 5. اذا الزوج اكس يساوي اثنان، اذا اثنان 5 حل للنظمة اس 2. هكا كيفاش كندير الطريقه نعاود الخلاصه. اول حاجه نحسب ايكغاك بدلاله اكس، عندنا ايكغاك بدلاله اكس هي اللي مزيان، صارت طبيعه المعادله الثانيه. ثاني هنا هذه العمليه مهمه، داكشي الاخر صحيح. علاش؟ لان هذه معادله الدرجه الاولى بمجهول واحد. هذا مثال ديال طريقة تحاول تطلع على التمرين ديال الصفحة 96 والتمرين 3 الصفحة 96، فيه حلة عن حل الاستعمال طريقة التعويض، حاولوا تطبقوا داك الشيء اللي تما في هذاك الميدان. في هذا الجزء غادي نحاولوا نهضروا على طريقة أخرى لحل النظمة، شفنا بها طريقة التعويض.
دابا غادي نشوفوا واحد الطريقه اخرى بحال ندمه. انا غنبدا بهذا المثال، بغينا نديروا حد ديال الندمه، نخليوها هادشي راه هادو اشوف راه تشرح مزيان. تشوفوا لي هاد الماء انني اكس ناقص 7 يغري يساوي 33، 3 اكس زائد 4 يغري يساوي 6. الا بينا المعاملات اثنان اكس، اذا اثنان هو المعاملات، 3 اكس هنا 3 هو المعاملات. قلنا كل معادله عباره عن متساويه، انا عندي الحق نضيف نفس العدد الى الطرفين المتساويه، نزيد 10 هنا ونزيد 10 هنا، ممكن نقسم على نفس العدد، ممكن نضرب نفس العدد. اذا انا غادي نستعمل هذه القضيه ديال نضرب في نفس العدد. اذا شفتو هنا اثنان وهنا ثلاثة، شنو هو العدد فاش غنضرب هنايا وفاش غنضرب هنا باش يكونوا متساويين؟ باش يكونوا متساويين اثنان في ثلاثة هي ستة، ثلاثة في اثنان هي ستة. اذا انا المعادلة الأولى الطرفين غادي نضرب في ثلاثة، هاكا الحين تأتي الحق نضرب الطرفين متساوية في ثلاثة في نفس العدد، هنا غنضرب هادو في ثلاثة وغادي نضرب هادو في ثلاثة، وهنا ثلاثة إكس أربعة إكس، هنا غنضرب في جوج. ولكن هنا ماشي بغيتهم فقط يكونوا متساويين، يكونوا متقابلين، متقابلين، يعني غندير ناقص اثنان ونحسب. ثلاثة مضروبة في جوج هي ستة إكس، ثلاثة مضروبة في ناقص سبعة إكس، يعني ثلاثة في سبعة 21، وغتبقى ناقص إذا 3 في ناقص 7 هي ناقص 21 إكغيك، و 3 مضروبة في 33 هي 99. إذا ضربنا هذا في 3 وضربنا هذا في 3. نشوفوا العملية، أنا اختاريت ناقص 3 في ناقص 2 هي ناقص 6، 4 في ناقص 2 هي ناقص 2، 6 في ناقص 2 هي ناقص 12. يعني هذه إذا ضربت الطرفين المتساوية المعادلة الأولى في العدد 3 وضرب الطرفين المعادلة الثانية في جوج، هذا الشيء اللي غادي. أنا علاش اختاريت هادو؟ باش يكونوا هادو متقابلان 6 إكس و ناقص 6 إكس. أي متساوية عندي الحق نجمع هاد الطرف مع هاد الطرف، وعندي الحق نجمع هاد الطرف مع الطرف. إذا كان أ يساوي ب و س يساوي د، ف أ زائد س يساوي ب زائد د، نجمع طرف بطرف متساوية معا. هذا هو الدور ديال المقابلين. إذا ما تلاحظو إلا جمعنا طرف بطرف غادي يمشي ستة إكس هذا متقابلا وناقص ستة إكس، فتبقى لنا ناقص 21 إيكغي وناقص 8 إيكغي، ناقص 21 إيكغي ناقص 8 إيكغي هي ناقص 21 إيكغي. سو 90 زائد ناقص 12 هي 97، ناقص 12 هي 87. هادشي انطلاقا من هاتين المعادلتين نجمع طرف بطرف للحصول على هذه المعادلة. قسينا إكس قارن إيكغي في هذه المعادلة من الدرجة الأولى بمجموع واحد. أنا علاش اخترت هادي باش نعوض فيها؟ حيت إلا جمعنا هاد جوج في علامة هاتين المعادلة، ولكن أنا علاش اخترت بوحدة فيهم؟ باش نعوض في هذاك الحل اللي غادي ندير. إذا ناقص 21 يساوي 87، احتفظت بهذه باش نعوض. نركزوا لي على هذه، إيكغيك راه عطينا 87 هي ناقص 23 هي هذه، و 87 على ناقص 23 هي ناقص 3. إذا راه ممكن مباشرة نكتب هنا ناقص 3، هذا هو إيكغيك. إذا حنا عرفنا القيمة ديال إيكغيك، ها هي معروفة القيمة ديال إكغي، هنا غادي نخرجو القيمة ديال إكس، هذا هو الدور ديال هاد المعادلة باش نضاف فيها. 2 إكس ناقص 7 في ناقص 3 يساوي 33، هادي راه لقينا النتيجة ديالها ناقص 3. وهنا عملية حسابية، 2 إكس زائد 21 ناقص 7 في ناقص 3 زائد 21 يساوي 33. غنقول على هاتي إس 3 إكغي يساوي ناقص 3، 2 إكس زائد 21 يساوي 33، عطينا 2 إكس يساوي 33 ناقص 21، 33 ناقص 21، و 33 ناقص 21 إكغي يساوي ناقص 3،
33 ناقص 21 بعد 9 هي 12 y يساوي ناقص 3 x يساوي 12 على 2 اللي هو 6. إذا القيمة ديال x هو 6 القيمة ديال y ناقص 3. إذا الزوج ستة ناقص ثلاثة حل للنظمة S. باش نعطي خلاصة أهم فقرة هنايا باش ندير الحل بعد غادي نسنى الحل بطريقة تأليفة الخطية حل نظمة استعمال طريقة التأليفة الخطية باش نعطي الخلاصة كاينه تقنية مهمة نبحث عن عددين طيب نضرب طرفين المعادلة الأولى في عدد ونضرب طرفين المعادلة الثانية في عدد آخر للحصول على عددين متقابلين. هذه الفكرة ديال التأليف الخطية. إذا ما عرفتيش عددين متقابلين ما يمكنش دير ديال عددين. الدور ديال الحصول على حدين متقابلين ولا معادلين متقابلين باش نجمع طرف بطرف باش نتحيدو يبقى لنا 27 في هذا المثال يساوي 7 فعل. إذا بالنسبة لقبيلة شفنا المثال ديال كيفاش نديرو حل نظمة باستعمال الطريقة غنسميو التأليفة الخطية ماشي التألفية الخطية اللي غادي ندور التأليفة الخطية. شوفو القاعدة تعتمد هذه الطريقة على ضرب المعادلتين في عددين مناسبين للحصول على معادلين متقابلين. نبحث عن عددين مناسبين ماشي كما كانوا عددين باش نلقاو عددين متقابلين أو حدين متقابلين. النظمة ديال القبيلة اللي درنا لها الحل حاولنا ندير واحد الحل آخر. لاحظوا كل المعادلين ضربت هنا في 4 عند الطرفين المعادلة واحد في 4 وضرب الطرفين معادلة جوج سبعة اشنو الهدف ديالي؟ ماشي بغيت نقصي إكس دابا بغيت نقصي إيكغي لأن هنا ناقص سبعة وربعة سبعة في ربعة 28 إذا العدد اللي يخرج ليا هو 28 ولا ناقص 28 هادو هما المتقابلين. إذا ناقص سبعة في ربعة هي ناقص 28 وربعة في سبعة هي 28 إذا هادو متقابلين داكشي علاش الطريقة أنا الهدف ديالي هو نقصي إيكغي ونخلي إكس حيت ممكن نقصي إكس ممكن نقصي إكغي. إذا رجعتو للقبيلة راه عطيتكم مثال اللي فيه بالضبط نضرب المعادلتين معا ولا معادلة باش نقصي إكس دابا حاولت أنا نقصي إكغي نفس الطريقة. إذا 4 في 2 إكس هي 8 إكس 4 في ناقص 7 إكغي هي ناقص 120 إكغي 4 في 33 هي 132 7 في 3 إكس 21 إكس 7 في 4 إكس هي 28 إكغي زائد 7 في 6 42. من هنا لهنا أشنو درت؟ ملي جبت 174 قلنا ثم نجمع المعادلات المحصلتين طرف بطرف غير تجمع هذه مع هذه أنت إلا جمعنا طرف بطرف 8 إكس زائد 21 إكس النتيجة هي 28 إكس هذا مع هذا متقابلان مجموعة من صفر إي غريك لا صفر 132 زائد 42 هي 174. إذا أما المعادلة الثانية راه حطيتها هي باش نعوض فيها التكبير. نشوفوا معايا هذه 29 إكس يساوي 174 أول حاجة إكس يساوي 174 على 29 و 174 على 29 يساوي 6. إذا الحجة هذه المعادلة إكس يساوي 6 أنا علاش اختاريت هذه المعادلة الثانية ممكن اختار الاولى ممكن اختار الثانيه علاش اختاريت هذه باش نعوض فيها القيمه اللي غلط. اذا اكس يساوي 6 رقم 6 ونعوض هنا 3 نضرب 6 زائد 4 يجري يساوي 6 هاد 6 ما عندهاش علاقه مع 6 هادي ديال الضروره هادي ديال المعادله اللي هنا. اذا هادي اكس يساوي 6 وهادي رقم اكس يساوي ناقص 12 اكس يساوي 6 3 في 6 18 4 يجري يساوي 6 يعني 18 غتولي 4 يجري يساوي 6 ناقص 18 اكس يساوي 6
وغنقول 4 ي يساوي لنا مزيان لان عندنا 18 زائد ي يساوي 6 او عفوا هنا 4 ي زائد اذا عطينا 4 ي يساوي 6 ناقص 18 4 ي يساوي ناقص 12 هي وبالتالي ي يساوي ناقص 12 على 4 ناقص 12 على 4 هي ناقص 3 اذا الزوج 6 ناقص 3 حل لي عندنا اس 3 راه نفس النظام اللي تسكن في البدايه ديال الدويه وغنلاحظوا بان كاين نفس الزوج هنايا حاولنا نكسب اكس وفي هذه الحاله حاولنا نكسب ايكغي وبقينا اكس على فوق ايكغي كل واحد فيكم غادي يعمل مزيان ما غادي نحاولوا نديروا اقصاء ديال اكس لا ما غادي نحاولوا نديروا اقصاء ديال ايكغي ونضرب تمرين 4 صفحه 96 من الكتاب ديال المفيد راه فيه حل نظام استعمال طريقه التاليفه الخطيه نقرا باش نحاولوا نديروا الحل ديال المسألة ولكن هذه المسألة هي ما تؤول إلى معادلة أو ما تؤول إلى نظام سبق لكم شفتوا حل المسألة تؤول في حلها إلى معادلة متجاذبة أو لا متناجحة في الدرس السابق دابا هنايا المسألة تؤول إلى حل نظام حل المسألة تؤول إلى حل نظام تقريبا نفس الخطوات اللي شفتوا في المعادلة اختيار المجهولين صيانة النظام حل من الماء تحقق من الحل الرجوع الى المستقبل تقريبا نشوف نفس الخطوات ديال الحل مساله تقول فيها المعادله الماء وتلاحظوا بان هنا ان اختيار مجهولين ماشي اختيار مجهول واحد ان حل من الماء ايضا حل المعادله هذو هما الخطوات الان تحاولوا تبقوا فيها لمشاهده العرض المسرحي يحد اذا تم التذكره فيه 50 درهما للكبار و 30 درهما للصغار بعد بيع 300 تذكرة كان مجموع المداخل هو 13000 درهم حدي عدد الكبار وعدد الصغار الذين حضروا هذا العرض المسرحي يعني كبار غادي يخلصوا 50 درهم تذكرة والصغار غادي يخلصوا 30 درهم تذكرة بعد بيع 300 تذكرة اذا هادو المعطيات خاصنا نخرجوهم هو المعطى خاصنا نخرجو هنايا كاين جوج معطيات مهمين هو 300 تذكرة هاد 300 تذكرة كلمة داخل هو 1300 ماذا يمثل 300 تذكرة؟ بالضبط تمثل هما عدد الحضور ولا عدد الحاضرين هو غادي يكون هو عدد الصغار وعدد الكبار الذين حضروا الآن المسرحية كل واحد عليه 5 تذكرة إذا هذا العدد ديال التذاكر يمثل عدد الحضور المداخل 13000 من غادي يجيبوا المداخل؟ غادي يجيبوهم من 50 درهم و 30 درهم نعطيكم مثال نفترضوا بان 10 ديال الكبار 10 كبار حضروا الحفل شحال تيخلصوا من طبيعه الحال غادي يخلصوا 50 مضروبه في 10 ونفترضوا بان عدد الصغار هو 30 غادي يخلصوا ولا 40 هو 30 كل تذكره اذا هما العدد ديالهم كان 40 غادي يكون هو 40 ولكن حنا ما كنعرفوش غير العدد اذا العدد ديال الكبار غنسميه اكس والعدد ديال الصغار غنسميه ايكغي غادي يكون الثمن ديال الكبار هو 50 اكس والثمن المبلغ المعدة للصغار هو 30 ايكغي ما عرفناش قيمة المجهول اكس وقيمة المجهول ايكغي لكن كاختيار مجهول ليكون اكس لان ما عرفناش عدد الكبار هذا هو السؤال ليكون اكس عدد الكبار هذا المجهول الاول وليكن إيكغيك عدد الصغار من طبيعة الحال من اللي حضروا الحفل هذا هو اختيار الجمل صيغة النظام نقصد هنا بصيغة النظام هو ترجمة لعناصر المسألة خاصة المعطيات المعطى الأول بيع 300 تذكرة المجموع ديال التذاكر هو 300 اللي يمثل 300 شخص هنا وبالضبط عدد الكبار وعدد الصغار المجموع عدد الكبار وعدد الصغار صيغة النظام سيارة النظام هي معادلة من طبيعة الحال المعادلة الأولى حيت مجموعة التذكرة ولا مجموعة التذاكر هي 300 إذا غتولي إكس زائد إيكغي يساوي 300 المعادلة الأخرى المبلغ الإجمالي هو 18000 درهم منين غنجيبوها الكبار غادي يخلصوا 50 درهم كل تذكرة 50 إكس
والسعر غادي يخلصو 30 درهم في العدد ديال السعر 40 درهم غاديك 18000 درهم. هادي هي النظمة بطبيعة الحال انتوما راه غادي تعرفو الحل ديال النظمة. حنا ما غاديش نشيرو للحل ديال هاد النظمة، غنعطيكم مباشرة الحل ديالها، لأن خصك انت تتعلم كيفاش دير الحل ديال النظمة إلا قال سواء التعويض راه هو كيتحسب هنا إيكغي بداية تيس، ولا سواء نضربو هنا ناقص 50 وهذا نخليو نضرب في واحد على 50 هنا خصنا ناقص 50، سواء مزيان عن طريق التعويض ولا التأليف الاختيار. حل النظمة، حل النظمة هذا هو الدور ديال الفقرة السابقة. حل النظمة غنعطيكم الحل ديال النظمة، غتلقاو يمكن الزوج 200 100 200 100 الزوج 200 الزوج 200 100 بحال هادي عمل الزوج 200 100 حل من المعز. قلت الزوج 200 100 حل المقاس، قلت لكم انتم غادي تتكلفوا ديروا الحل ديال هذا المقاس، يعني خصك تعرف كيفاش دير الحل بالتعويض ولا التأليفه الخطيه. نجيو نتحققوا التحقق، خاصنا نتحققوا بان فعلا عدد التذاكر هو 300 200 زائد 300 من شوفوا المداخل واش هي 13000 الكبار غادي يخلصوا 50 درهم، وهنا خرجنا عدد الكبار هو 200 اذا 200 يا 10000 درهم، وعاد الصغار لقينا 100 اذا 100 في 30 درهم والوضع 30 درهم غتكون 3000 درهم، اذا 10000 درهم زائد 3000 درهم هي 13000 درهم، وهذا هو التحقق. بمعنى اخر الحل للزوج 12 فهو منسجم مع عناصر المساله. الرجوع للمساله، نقول الرجوع للمساله هي الاجابه على سؤال مطروح، وعدد الكبار هو 200 وعدد الصغار هو 100، وباش تسال اكثر كاين واحد المسألة في الكتاب، انظر التمرين 8.90 عبارة عن مسألة